هذا هو أرخص لابتوب اشتريته في حياتي من الإنترنت بسعر 90 دولارا، لم أتوقع أن يصل أصلا، لكنه وصل. لا إله إلا الله. من الواضح أن حالته مزرية، لكن على الأقل يبدو أنه سوف يحمل. من البداية من الواضح أن البطارية انتهت هنا، لذلك سأوصله بالشاحن. الكارثي هنا أنه آت من دون فورمات. هناك فيديو هنا. كيف يعمل هذا الشيء؟ هذا الشيء كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الجهاز جهاز مستعمل، اشتريته بسعر 330 درهما إماراتيا تقريبا. اللابتوب أصدر مع ويندوز 7، لكنه يشغل 8.1 برو غير أصلي، 4 جيجا بايت رام، وإنتل كور i5 2.5 جيجا هيرتز، وبالطبع هارد ديسك HDD. في الفيديوهات القادمة سأحاول معكم أن أحول هذا الشيء المروع إلى جهاز سريع. نعم، سأحييه بنظام جوجل الجديد كروم أو إس فليكس، النظام الذي يفترض أن يحيي جهازا كهذا ويجعله صالحا للعمل. تابعوني على حساباتي واستمتعوا بالرحلة.